مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم ويلا على الوصفة. حمص، بنجيب 300 جرام حمص وبننقعه لمدة 6 ساعات، وهيك بعد 6 ساعات بنزيل المية عنه وبنوضعه بالماكينة، وبنوضع البقدونس والبصل والفلفل الأخضر والثوم مثل ما انتو شايفين، التوابل كزبرة ناشفة 13 جرام، معلقتين كبار مطحونة تكون، كزبرة حب غير مطحونة، معلقة صغيرة حبوب، وملح معلقة صغيرة، كربونات الصودا نص معلقة صغيرة، وبيكنج باودر نص معلقة صغيرة يعني 4 جرام و4 جرام، كمون 7 جرام يعني تقريبا نص معلقة كبيرة، وفلفل أسود 3 جرام نص معلقة صغيرة، وبنطحن جيد من فترة من يعني كل كم ثانية بنوقف الماكينة وبنشغلها تاني، كل كم ثانية بنوقف الماكينة وبنشغلها تاني، بنحرك المكونات لأنه ما بدنا نضيف ماء وتطلع معنا مرقة، يعني لو احتاجنا بعد ما نطحنها قليل من الماء بنضيف قليل من الماء، ما بدنا اياها تكون كتير مرقة يعني تكون رخوة العجنة، بدنا اياها تكون نوعا ما متماسكة، لو احتاجنا قليل من الماء بنضيف لها قليل من الماء، هيك اصبحت جاهزة على القليل، طبعا بنكون محمين الزيت مسبقا وبنقلي، الطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة. اتمنى ان انتو تجربوها، ممكن نلفها بسندوتشات، ممكن نعملها عادي، واذا انتو بدكم فلافل للدايت او لمرضى السكر في عندي وصفة للكيتو دايت ولمرضى السكر ايضا فلافل بدون كربوهيدرات، اذا انتو يعني الواحد ممكن يقضي نفسه، كتير روعة وكتير بسيطة. شوفوا كيف من الداخل من برا مقرمشة ومن جوا كتير لذيذة، ممكن نستخدمها بسندوتشات، ممكن نقدمها بالطريقة اللي احنا بنحبها، وكل الصوصات وكل الطحينة والصوص الفلافل كله موجود عندي على القناة، انت ممكن تشوفوهم على القناة. في أمان الله، مع السلامة.